خير الأخت أم محمود من مصر. أم محمود تفضلي. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جزاكم الله خيرا جميعا على هذا البرنامج الرائع اللي احنا بنستناه والله يوميا. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. جزاك الله خيرا. عندي ثلاثة أسئلة أستاذ طارق. تفضلي. السؤال الأول، إن فضيلة الدكتور، الحمد لله بفضل الله كانت في ختمة تلاوة، والختمة كان آخرها في أول يوم في هذا العام المبارك، فكانت يوم الأحد الختمة. فأنا كان من حظي أن أنا ألقي كلمة، وبعد الكلمة دعوت، ومن ضمن الدعاء قلت اللهم اجعل هذا العام خير وسعادة على كل المسلمين. فأنكرت علي المعلمة هذا الدعاء. فهذا أنا يقينا عندي فضيلة الدكتور أن كل يوم يمر على الإنسان المسلم وهو في سعادة وعافية وستر من الله فهو يوم عيد بالنسبة له. هل أنا فعلا أخطأت في هذا الدعاء؟ لأن خصيت به المسلمين فقط، اللهم اجعله عام سعيد على المسلمين فعلا فأصحح. طيب خليك يا اخت ام محمود معانا. الدكتور السؤال الاول عن مساله تخصيص الدعاء للمسلمين فقط، يعني اللهم اجعل هذا العام عام خير على المسلمين، هل هناك حرج في هذا الامر؟ القران. اولا نشكر اختنا الكريمه ام محمود على هذه المشاعر الطيبه ودعائها للمؤمنين في علم الله عز وجل. القران هو دستورنا، القران هو ميثاقنا، القران هو كتابنا الذي يعني ايه الذي تركه الله تعالى لنا وعاصم لنا من الضلال. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. نقرأ في القرآن الكريم دعاء أبي الأنبياء، أبونا إبراهيم عليه السلام في السورة المسمات باسمه، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا واحد. شيخ المرسلين سيدنا نوح عليه السلام في السورة المسمات باسمه يقول ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه في السورة المسمات باسمه الله تعالى يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبعدين حملة العرش ده بالنسبة للأنبياء، أبونا إبراهيم وسيدنا نوح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لحملة العرش الملائكة، أفضل الملائكة حملة العرش في سورة غافر أو سورة مؤمن آل فرعون يقول تعالى حاكيا عنهم الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أهو للمؤمنين بس، واستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تق السيئات بدل فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى الملائكه حملت العرش، وبعدين الانبياء بدا من سيدنا ابراهيم اللي امر سيدنا محمد ان يتبع ملته ثم اوحينا لك ان تتبع ملته ابراهيم حنيفه وشيخ المرسلين سيدنا نوح وبعدين سيدنا محمد. هكذا الدعاء للمؤمن فقط. لكن هل يجوز للمسلم ان يدعو للكفار؟ هل يجوز للمسلم ان يدعو للمشركين؟ اسمع ما قال تعالى النبي عليه الصلاه والسلام في سوره التوبه لما الرسول عليه الصلاه والسلام عرف فضل عمه ابي طالب عليه وانه كان يحميه من المشركين وان قريشا لم تنل منه الا بعد وفاه عمه ابي طالب. سمي العام اللي توفي فيه ابو طالب عام الحزن، وكذلك توفيت فيه زوجه السيده خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها. سمي هذا العام عام الحزن لوفاه انيسه في البيت السيده خديجه وانيسه في خارج بيت ابو طالب، سمي عام الحزن. يعني حضر عند الاحتضان فقال يا عماه قلها كلمه واحده احاج لك بها عند الله. احاجك بها وادفع بها واجادل بها عنك عند الله عز وجل. فكان موجود يعني ابو جهل فقال له أتترك دين آبائك وأجدادك وتتبع هذا الصابئ اللي غير الدين؟ يعني يقول هكذا على الرسول عليه الصلاة والسلام. فلم يستجب لابن أخيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول ما زال حريصا عليه فقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. أستغفر لك إلا إذا نهاني له عن ذلك. وعده وعد بشرط أنه لا يأتيه نهي من الله. فهذا الوعد منعه من تنفيذه ما انزل الله عليه من القران في سوره التوبه. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ما كان، لا يصح، لا ينبغي، لا يجوز. ما كان للنبي والذين امنوا، يبقى مش للنبي فقط، لا للمؤمنين. ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، تبين لهم أن مطعم كفر والعياذ بالله. فلذلك لابد من أن تبه. فهذا ما يتعلق بهذا السؤال إن شاء الله. إن شاء الله.